النظري من الأسف. بيتكلم الشعر كلمة وطن، لا كلمات على طول بتيجي في خيالي، هي الانتماء، هي الحب للوطن، تضحية من أجله. تعالوا نشوف بقى الشعر ممكن يمثل إيه بالنسبة للوطن. ما أهميات الشعر الوطني في تشكيل وجدان أي أمة؟ وجدان يعني شعور. طب هل الشاعر أو الشعر يقدر إنه يغير من إحساس الوطن أو من إحساس شعب؟ نشوف كده. الشعر يلعب دورا حيويا في تشكيل وجدان الشعور، فالشاعر بحسه وبصيرته يسبق الأحداث الجسام. أحداث جسام يعني الأحداث العظيمة الضخمة، يعني زي مثلا استعمار دولة، استعمار بلد، حروب قوية زي حروب مثلا أكتوبر اللي عادت علينا، واحنا عرفنا ان كتير من الأحداث دي كان في شعراء كتير بيتكلمونا يتحدثون عنها، فكانوا يلهبونا إحساس الشعر. للشعر المصري دورة هام في حياة مصر وشعبها، واضح؟ طيب نشوف كده حصل. بالفعل فلقد كان للشعر الصاد دور كبير في إذكاء، يعني إشعاع الثروات الثورات وإبهار حماس الجماهير للمطالبة بالحرية والحياة الكريمة للأوطان. اهتم يا أولاد الشعر الوطني بدعوة الشعوب إلى التحرر من الاستعمار. أي بلد بيحصل لها استعمار بيبقى ده دور الشعراء. دورهم في ايه؟ دورهم في الدفاع عن الوطن وبذل ايه؟ الجهد من اجل فتح جرائم المستعمر حتى يستطيع التخلص منه وتهديده. زي ما كان شاعرنا ابو القاسم الشابي قال ايه؟ قال: الا ايها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، فخرت بأنات شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دمائه. طبعا الشاعر هنا بيتكلم عن المستعمر وبيتكلم ايضا عن مساوئ الاستعمار في هذه البلد. طبعا احنا عارفين اي مستعمر بيجي بيغتصب كل شيء جميل في البلد اللي بيحتله. ما الذي عني واهتم به الشعر الوطني في العصر الحديث؟ عني واهتم بتمجيد البطولات موضحا قيمة الحرية والعدل والمساواة والعمل وبناء والبناء من أجل الوطن. يبقى عنيا واهتم بتمجيد البطولات. يبقى في دلوقتي احنا هنشوف شعراء بقى الشعر الوطني، شعراء العصر الحديث هم كانوا مين أبرزهم أو مين أهمهم. عندي طبعا محمود سامي البارودي رب السيف والقلم، وأحمد شوقي. واحنا عارفين مين هو احمد شوقي، ها سمع حد بيقول لي امير الشعراء؟ تمام. حافظ ابراهيم ده شاعر النيل والشعب. محمد عبد المطلب والشابي من تونس وغيره. ومن المعاصرين نازل الملائكه من العراق، وبدر شاكر السياب، وصلاح عبد الصبور، وامل زنجل، ونزار قباني طبعا كلنا عارفينه اشعاره، محمود درويش، وفاروق شوشة، ومحمد إبراهيم أبو سنة، وفاروق جويدة اللي إن شاء الله هتدرسوا له نص، وهو نص جميل جدا السنة دي، وإن شاء الله نطبق عليه الشعر الوطني.